وأيضا من الأشياء المميزة موجودة عندنا تكايات للسيارة للكراسي على الجنب، تنحط فيها شحن من USB، وأيضا فيها لوحة للكوبايات مثل ما احنا نشوف قواعد للكوباية، وهذا اللي هو USB، وأيضا فيه اللي هو مكان حق لو تحفظ فيها النص أو البطاقات. طبعا تيجي قطعتين مع بعض في العبوة الواحدة كرتونين، وفي منها هذه الألوان. هذا سعره على 185 ريال، والكرتون يجي بهذا الشكل اللي هو القطعتين، وأيضا اللي هو التضويق حق الأماكن الوسيئة، تركب على جنب التكاية من داخل. تكون هذا الطريقة حاليا متوفر منه 3 ألوان، هذه والكمية الموجودة بسيطة. وهذا القطع ما شاء الله تبارك الرحمن تعرف في السيارة. طبعا عندك لو شحن الجوال ممكن تحط بوكك، تحط جوالك، وأيضا تحط الكروت حقك، وأيضا العملات المعدنية. طبعا هذه من الجهتين، في منها مثل ما قلت لكم الألوان. الحين بحط لكم لون لون، شوف شلون يطلع مع بعض. هذا اللون البيج مركب هذا الشكل، هذا اللون الأسود، وأيضا هذا اللون الثالث. طبعا القطعتين تيجي لونين 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 على 185 ريال، وتركب على أي سيارة صالون ولا جيب.